رجعوا اتصلوا فيك؟ لا، صرنا فترة ما سمعنا صوته. برأيك شو عم يصير؟ بشو عم يفكروا؟ عم فكر بنفس الشيء وما عم بعرف. مؤيد هن اتصلوا فيني أكثر من مرة وطلبوا مني أن يبيعون ياه وما وصلوا لنتيجة أبدا. بنوب وبعدين اجتنا اخباريه القنبله لما اجى الوزير. وليش هتيانين هلا؟ هي البنت كتير غريبه. مين؟ نازمة؟ لا، ايلول. بكفي انه عم تساوي المعجزات. لازم نهني امه وابوها بهالشي اللي صاير. ليش؟ كتير مربينا منيح وتعبانين عليها. برافو. ما سألتيها؟ ها؟ مين امها؟ مين ابوها؟ وشو عم يشتغلوا؟ ومن وين هن بالاصل؟ واذا راحوا على بلغاريا شي ولا لا؟ لا والله ما اجى على بالي هالشي. يلا انتاجك قليل كتير يا اختي. هلا اتركينا من المسخره وادعي معي يرجعوا على البيت قبل ما يعرف السيد فرات. مزبوط، انا ماني مرتاحت له. إذا سمع رح يوجه مدافع عليهم، رح يشعل النار ورح يحرق كل شيء.